مرحبا بكم من جديد. نتابع من الأردن، حيث استمرار ردود الفعل على قضية الاعتداء على الصحفيين في الأردن خلال مسيرة يوم الجمعة الماضي. وفي الإطار، نفذت نقابة الصحفيين اعتصاما للاحتجاج على اعتداء قوات الأمن على الصحفيين، وقالت إنها ستقاضي جهاز الأمن العام. جهاز الأمن العام بدوره فتح لجنة تحقيق وقال إنه يحقق مع 5 من أفراده، وأن نتائج التحقيق ستظهر خلال 48 ساعة. حضر معظمهم، ولولا إصابات البعض منهم لكانوا أول المشاركين في وقفتهم الاحتجاجية هذه التي شاركت فيها شخصيات نيابية وحزبية. فالجسم الصحفي تداعى استنكارا للاعتداءات التي تعرضوا لها من الشرطة أثناء تغطيتهم لمسيرة الجمعة الماضية. وجاء قرار لنقابة الصحفيين يقضي بملاحقة المعتدين من رجال الأمن العام قضائيا، وتشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة لمحاسبة المعتدين. هناك ما يقارب 20، 5 منهم تطلب دخولهم المستشفى، 2 عملوا عمليات جراحية. بالتأكيد نحن نريد أن نذهب في هذه القضية إلى القضاء، نريد مساءلة كل من اعتدى على الصحفيين، نريد مساءلة ومحاسبة كل من أعطى الأوامر. الأمن العام أعلن سابقا عن تشكيل هيئة تحقيق وتوقيف 4 من عناصره على خلفية أحداث جمعة جاءت على نحو غير متوقع للصحفيين الذين اطمأنوا للإجراءات التي أعلن عنها الأمن بالتنسيق مع النقابة بضرورة ارتداء الصحفي سترة تميزه عن غيره لتسهيل مهمته، غير أن ما جرى بدا استهدافا متعمدا للسلطة الرابعة بحسب الكثيرين. أحد الشرطة يسألني من أنت، فأجبته بأنه أنا الصحفي سامي محاسنة، فقال لي أنت صحفي؟ فقلت له نعم، فضربني بعصا على بطني ووجه لي الشتائم لكرامتي وشرفي وعرضي. بعدها قام بضربي بالعصا فتصديتها بيدي حتى أحمي رأسي منها، ونزلت إلى الأرض وإذا بأكثر من 9 جنود من الشرطة ينهالون علي بالضرب. احنا حاولنا انه نلبسوا هذا الجاكيت حتى نمنع الاعتداء اللي بيصير عليه، ونخلي يكون في يعني يسر وسهولة في تحركه، لكن هذا ليس فخا وليس منهجا. احنا حاولنا قدر الامكان انه نقدم الحماية اللازمة والتسهيلات الممكنة لاخوان الصحفيين. يشار إلى أنه خلال الفترة الأخيرة تم تسجيل عدد من الاعتداءات على الصحفيين والإعلاميين أثناء تأدية واجبهم من مجهولين وأخرى على أيدي قوات الأمن. توقيف 4 من عناصر الشرطة الأردنية للتحقيق معهم على خلفية الاعتداءات الأخيرة على الصحفيين ليس كافيا من وجهة نظر السلطة الرابعة التي تشهد قضيتها تفاعلا على مختلف الأصعدة. غسان أبو لوز، العربية، عمان.